أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى رحيل سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. في الأسبوع الماضي وقفتنا مع كتاب كان تحت عنوان آفاق السمو الروحي لسماحة الشيخ حسن الصفار. وقفتنا كانت مع مقدمة الكتاب، وفي هذه الليلة اخترت لكم هذا العنوان لنقرأ فيه بشكل مختصر وبتصرف، حتى نرى كيف يعرض هذا الكتاب موضوعاته، وكما ذكرت من الناحية البيانية وأيضا من ناحية المحتوى. تحت عنوان حين تحترم نفسك، هذا العنوان يشتمل على رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهي رواية رائعة حقيقة من حيث المضمون، عميقة الدلالة، ذات حكمة بالنسبة إلى سلوكيات الإنسان في علاقاته مع الآخرين، في علاقته مع المجتمع، في صورة الإنسان داخل هذا المجتمع. الرواية هي هكذا عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: من استغفر بلسانه ولم يندم فقد استهزأ بنفسه. يعني ما احترم نفسه هذا الإنسان، هو يسخر من نفسه، يعني كأنه جاء بهذا الاستغفار من باب اللعب واللهو، مجرد شيء بلا معنى. ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه، ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه، ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه، ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك الشهوات، يعني الشهوات المحرمة أو اللي فيها إسراف في الإقبال عليها، فقد استهزأ بنفسه. هذه الرواية هي محور الموضوع، وبدأ المؤلف هكذا: يعد احترام النفس ركيزة أساسية عند الإنسان السوي. أكو واحد شخصيته غير سوية، يعني هو متربي منذ الصغر ووضع نفسه أو وضع في موضع بحيث يفرح إذا صار مسخرة للناس، إن الناس تضحك عليه، يلبس مثلاً بطريقة معينة، يتكلم بطريقة معينة، يسوي حركات مثلاً في وجهه مثلاً، يعرض نفسه لمقالب عمداً بحيث أن الناس تسخر منه وشخصيته تكون ساقطة بنحو من السقوط. هذا إنسان عنده مشكلة، هذا غير سوي من الناحية النفسية. لا، إحنا نتكلم عن الإنسان السوي. الإنسان السوي ما يرضى أن يكون موضع سخرية الآخرين، يتأذى نفسياً، فهو لا يقبل الاستهزاء لنفسه على أي نحو كان. والهزء أو الهزو لغة هو التحقير أو الإهانة، فالاستهزاء بشيء أو أحد يعني إبداء الاحتقار والإهانة له. والإنسان السوي كما يرفض أن يحتقره أو يستهزئ به الآخرون، فهو من باب أولى لا يحتقر نفسه ولا يهزأ بها. بعد نفس الشيء، مثل ما هو ما يرضى على الآخرين يسخرون منه، هو أيضا ما يسخر من نفسه ولا يرضى أن يسخر من نفسه. نعم، ينتقد نفسه، يضع نفسه موضع التهمة بأن عنده تقصير، عنده خلل، عنده نقص، لكن من أجل أن يطور نفسه، لا من أجل أن يضع نفسه موضع سخرية. فإن الأولى ألا يوجه الإهانة والاستهزاء إلى نفسه.
ثم جاء المؤلف بالرواية، ثم تحت عنوان مظاهر الاستهزاء بالنفس الآن يبدأ يحلل الرواية هذه. واحد، الاستغفار دون ندم. الاستغفار باللسان مع عدم الندم على الذنب، يعني أنا ما عندي أي مشكلة مع الذنب اللي ارتكبته، ولا عندي تأنيب ضمير، ولا عندي رغبة في التراجع، أصلا أنا متلذذ من هذا الأمر، فرحان به، ومتى ما صارت الفرصة الأخرى سآتي به، هذه نيتي من الداخل وهذا شعوري تجاه هذا الأمر. لكن أمسك المصباح وش أقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر. أنت تقص على روحك، أنت تهزأ بنفسك هنا، أنت تمسخر نفسك هنا. استغفر الله يعني من هذا الذنب، استغفر الله استغفر الله، تقص على منه. الاستغفار باللسان مع عدم الذنب يعد من مظاهر الاستهزاء بالنفس، ذلك أن الاستغفار في جوهره لا يتأتى إلا بعد الإدراك الداخلي لحقيقة الذنب، ومن ثم الاعتذار عنه أمام الله سبحانه وتعالى مع إضمار النية الصادقة في تركه والنفور منه. نفس تلوم روح، نفس اللوامة، يندم هو يعني متقزز من هذا الأمر، لحظة ضعف أخذه هذا الأمر، وبالتالي الآن يود لو أن هذا الأمر ما كان. هذا هو اللي عند اتجاه حقيقي نحو الاستغفار مع إضمار النية في العو. فإذا ما اكتفى المذنب بالاستغفار اللفظي مع إضمار النية في العودة والعودة لارتكاب ذات الذنب، فإن ذلك هو عين الاستهزاء بالنفس. يقول تخيل نفسك تروح حق واحد تغلط عليه، تغلط على واحد، بعد شوية تروح له تقول له آسف سامحني ترى مو قصدي، زين، يقول لك خلاص روح سامحتك، ماكو دقائق تطوف ترجع مرة ثانية وتعطي واحدة ثانية. واضح أن لما رحت له قلت له آسف ما شنو، تتسخر من نفسك وتسخر منه، أنت ما عندك هني احترام لنفسك ولا احترام للشخص المقابل. هكذا يفعل من يذنب وهو من الداخل ما عنده نية صادقة للاستغفار، ثم بعد ذلك يقول استغفر الله استغفر الله، ثم بس تصير الفرصة الثانية يروح يسوي نفس الشغل. ثم يستشهد ببعض الروايات عن النبي والإمام الرضا أيضا عليهم السلام جميعا تحت عنوان طلب التوفيق بغير الاجتهاد، هذا الفرع الثاني من الاستهزاء بالنفس كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، طلب التوفيق بغير اجتهاد بغير بذل الجهد. قد تكون عند الإنسان غاية يريد تحقيقها فيسأل الله أن يحقق له تلك الغاية، يا رب يرفع إيده عطني كذا عطني كذا سولي كذا حقق لي كذا. فإن كان جاداً في طلبه ذاك فإن من المتوقع أن يسعى ويجتهد في سبيل تحقيقه، لا أن يبقى دون حراك أو سعي، فلا معنى لذلك سوى غياب الجدية في تحقيق الغاية التي يريد، وذلك نوع من الاستهزاء بالنفس. إن الغايات والمطالب لا تنال بمجرد إلقائها على كاهل السماء ليقوم رب العالمين بإنجازها نيابة عن العبد، بل على النقيض من ذلك. طيب، وأبعد من ذلك، فالإنسان لن يحقق مراده متى ما اقتصر على الدعاء. شوفوا هذا طبعا في مجموعة استشهادات من باب الاختصار، طبعا اخترت لكم هذه. في الكافي عن كليب الصيداوي أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدعو الله عز وجل أدعو الله عز وجل لي في الرزق، فقد التاثت علي أموري، مخصبق أنا الآن من الناحية المادية. شو يقول الإمام؟ فأجابني مسرعا لا ما أدعو لك، أخرج فاطلب. أو شيخ اللي أشوف منك أنك جاد، تبي تقعد بالمسجد تقول ادعوا لي وكذا وقاعد بالزاوية وكذا، ما راح يتحقق لك شيء، قوم اشتغل ابذل جهدك، ذاك ساعة أنا أدعي لك، ذاك ساعة الله سبحانه وتعالى يبارك لك في عملك.
أيضا في الكافي عن أيوب الهروي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله عليه السلام. من اللي يقعد قدام مثلا رئيس الجلسة، كبير الجلسة كذا؟ صاحب الطلب، يا عنده طلب حاجة، طلبتك يعني. فجلس قدام أبي عبد الله عليه السلام فقال: أدعو الله أن يرزقني في دعة وأنا مرتاح. ادعي لي الله سبحانه وتعالى يعطيني الرزق وأنا مرتاح بالفراش متدفي ويمي هوت شوكليت وقاعد كذا، ويا رب عطني شو اسمه. فقال: لا أدعو لك، أطلب كما أمرك الله عز وجل. روح ابذل جهدك، من أشوفك ذاك ساعة يصير خير. بس أول شيء أنت تس شنو في دعاء تبي رزقك؟ رزق ما يجي، لازم تحفر بالأرض. طيب، تحت عنوان التفريط وترك الحذر رقم 3، وهو البعد الثالث في الرواية، البحث عن تحقيق الحزم والقوة مع التفريط في الحذر وأخذ الاحتياطات، يعني وعدم أخذ الاحتياطات وسد الثغرات، وعدم سد الثغرات يعتبر ماذا؟ يعتبر استهزاء بالنفس. وبالتالي المفروض أن الإنسان إذا عنده مشروع وعنده حزم، عنده عزم أن هذا المشروع يبي يسويه بحذافيره ويهتم فيه من حيث التفاصيل وينجز بأحسن صورة ويسد الثغرات فيه، المطلوب أن هذا الإنسان يكون دقيقا في ماذا؟ دقيقا في تخطيط المشروع، في تنفيذ المشروع، في مراقبة المشروع، في محاسبة النتائج، يسد الثغرات، يكون حذر، يأخذ احتياطاته، وهكذا. هذا هو المفروض، وإلا فقد خدع نفسه واستهزأ بنفسه. الإمام رضا عليه السلام في الرواية قبل قليل شنو قال؟ ومن استحزمه، يعني هو ناوي أن يكون حازم وشاد الإحزام مثل ما يقولون، طيب شاد الإحزام وبعدين ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه. ويأتي فعل استحزمه بمعنى الرغبة في الظهور بمظهر الحزم والقوة، مثل ذاك الأستاذ أول السنة الدراسية لما يدخل على طلبته ويبي الصف يكون هادئ وطيع ويكون محترم ويتعاملون معاه باحترام، ووقت اللي يشرح كلهم يسكتون ويستأذنون لما يبي يسألون. أول ما يدخل الأستاذ شنو يدخل؟ بعضهم يسلكون طريق العين الحمراء ويهدد وكذا، بعضهم بطريقة المحبة، بعضهم مثلا ينفش ريشة عليهم وكذا ويحقر فيهم، أساليب مختلفة يستعملونها الأساتذة. الآن أي واحدة صح أي غلط ما لنا شغل، لكن هذا الأستاذ في البداية استعمل هذا الأسلوب، ثم الطلبة بذكائهم دائما هاي طريقتهم يختبرون عندهم اللي قاعدين وراء آخر شيء ذيل الطوال وايد طوال أطول من غيرهم وعادة ساقطين كذا، هذيل هم عناصر الاختبار للأستاذ. فشي يسوون؟ يسوون لهم حركة، يطلعون صوت، يطقون شغلة يشوفون هذا الأستاذ يعني صج ولا فشوش، بس كذي يعني بالبداية ينفش ريشة وبعدين آخرته ماكو شيء، فيختبرونه بالون اختبار. فإذا هو ما كان حذر وحاط بباله شلون بيتصرف في مثل هذا الموقف وكذا، لا الصف راح يفلت منه. فالإمام عليه السلام يقول اللي بيظهر بمظهر القوة والحزم والعزم المفروض يأخذ احتياطاته، وإلا فراح يحط نفسه في موضع بايخ جدا والناس راح يستهزئون فيه. 4، الاكتفاء بتمني الجنة. رغبة المؤمنين في الجنة وخلاصهم من النار وإمكانية أن تتحول هذه الرغبة إلى استهزاء بالنفس، فقد جاء في الرواية نفسها عنه عليه السلام: ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه، ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا. قلنا في الحرام وفي الإسراف في هذه الشهوات فقد استهزأ بنفسه، يعني أنت ما قدمت الثمن بس تقول يا رب أبي الجنة يا رب أعوذ بالله من النار كذا،
واحدة، ما قدمت الثمن لهذا، تسخر من نفسك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يعني شنو؟ يعني هذه سنة الله، هذه قاعدة إلهية، دائما الأمر هكذا، قبلكم كان كذي، أنتوا هكذا، واللي يأتوا من بعدكم هكذا. شنو وضعهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويتوجب على من يسأل الله الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، عن جد واجتهاد إن شاء الله تعالى، أن يدفع الثمن الذي يكمن على وجه الخصوص في تحمل الشدائد والصبر على المصائب. وكذلك الحال مع من يسأل الله النجاة من النار، فثمن ذلك ألا يسترسل مع رغباته وشهواته. والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.